صعب للغايه. والدليل مصر في مفترقه اما ان نتجاوز التوقعات الايجابيه لينا من 15 دولة في العالم ب 2050 تتم، واما ان احنا نتعثر في هذه المعضلات المحليه والاقليميه وبالتالي نواجه تحديات اكبر في المستقبل. والدول تتعلم من الدول، يعني بلد زي الهند هي عملاق سكاني مليار نسمة ودولة فقيرة ملايين مئات الملايين تحت خط الفقر. الهند سنة 91 كانت تقريبا كلها فقيرة وخمسين السكان تحت خط الفقر ومئات الملايين فقر شديد، وتلاقي الناس مرمية في الشوارع بالفقر. وكان احتياطي النقد الأجنبي كافي أسبوعين 14 يوم وتفلس الهند، واقتصاد مربع. لما تخيل حد من هذا المشهد الخارق اللي فيه احتياط النقد الأجنبي كافي أسبوعين، مفيش أكل للمستقبل، فقراء بلا حدود، انهيار تام في الدولة الهندية. دلوقتي الهند آخر أخبارها أطلقت 104 قمر صناعي بصاروخ واحد في 30 دقيقة، بعضها أقمار تتبعها أمريكا أطلقتها الهند. نتكلم على نهضة نووية ونهضة صحية ونهضة اقتصادية. ومعدل نمو كبير، بقت الهند دولة مبهرة وملهمة للعالم. ازاي بقى انت من الافلاس واحتياطي اسبوعين وفقر في كل مكان وطائفية كل اديان العالم في الهند، كل مذاهب العالم في الهند، كل افكار الوسطى والسفلى موجودة في الهند، كل الافكار المذهلة والافكار المدهشة من سذاجتها موجودة في الهند. زي بلد من الهندسة. ومصر في عهد محمد علي تجربة في الهندسة السياسية، ومصر من قبل في عهد علي بك الكبير تجربة في الهندسة السياسية، وكنا على وشك غزو تركيا. وكذلك الدول المتقدمة في العالم هي نتيجة هندسة سياسية. الزعيم ديني كفاسيين هندسة سياسية، والدكتور مهدي محمد في ماليزيا هندسة سياسية، ولي كوالا لامبور في سنغافورة هندسة سياسية. لابد من تخطيط ورؤية للمجتمع وللدولة كمصر، ازاي ان احنا نخطط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقوة الناعمة على هذا النحو. اذا في كلمة واحدة او كلمتين هم خلاصة ما ينبغي ان يكون في مصر، ومصر تبني الجمهورية الثالثة بقدر كبير من القوة والأمل، فلا شك انها الهندسة السياسية. كيف تخطط ولا تترك الامور للسوق الحر او المغامرة.